معنا في الاستديو سيدي محمد ولد اللعمش الكاتب الصحفي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني سيدي رئيس حزب التحالف التقدمي يبلغ الشعب التقدمي يبلغ المنتدى انه سيشارك في الحوار السياسي المرتقب، والقرار ياتي بعد ايام من لقاء جمع بينه والرئيس الموريتاني. يعني ماذا قد نفهم من هذا؟ هذا امر ليس جديد. الرئيس مسعود بالخير كان دائما يشارك، احيانا يشارك لوحده، احيانا يشارك مع احزاب قله. 2011 انشق عن المنسقيه يشاركه وهو كتله المعاهده الموجوده الان. وفي ما تحدث عنه قبل سنه او اكثر من حراك حول الحوار ذكر انه سيشارك. اذا مشاركته وجاء كوسيط، ولكنه قالها أنه سيشارك في أي حوار مرتقب. المعلومات التي لدينا في مسربة من لقاء البارحة أنه جاء طلب دعوة كانت منه، كان حديثا سياسيا على عشاء أقامه لمنتدى الوطني الديمقراطي والوحدة، دعاهم إلى الدخول مع النظام في حوار، وهم بدوا لهم أظهروا له شروط معينة، وعلى كل قال لهم صراحهم انه سيشارك في هذا الحوار. طيب يعني في هذه النقطه تحديدا ما الذي يريد مسعود بالخير برايك ان يوصله للمنتدى من خلال هذه المصارحه التي تحدثت عنها بمشاركته في الحوار بعد وبعدم ايضا استعداده للتنسيق مع المنتدى بشان الدستور؟ نعم، سنبدا بعدم استعداده للتنسيق مع المعارضه مع المنتدى بشان الدستور. هو قال إنه يتمسك بموقفه الرافض للمس بالدستور، لكنه يرفض التنسيق والبقاء معهم في قالب في كتلة سياسية واحدة، حيث يجد نفسه أكثر حرية لوحده مع كتلته كتلة المعاهدة. هو جاء وسيطا، وهذا أمر لا ينكره، جاء وسيطا من النظام الحالي، أو لديه هو مبادرة في تقريب وجهات النظر، وهذا أمر مهم وأمر مستحب، ولكن هم لديهم شروطهم المشروعة والوجيهة في أن الدستور يجب أن يكون خطا أحمر، في شروط أخرى تتعلق ببدء أي حوار مع النظام، حيث قالوا أنهم لا يثقون في ما أصبح يعرف بسيزيفيت، لا يريدون أن يشاركوا في سيزيفيت الحوار. طيب نحن نعلم أن مسعود بالخير يعني قابل رئيس الموريتاني، ثم بعد ذلك جاء بهذا الاجتماع وتحدث عنه. في ماذا يتجلى محاولته لتقريب الصورة بين الطرفين فيما يتعلق بالمنتدى؟ ماذا فعل ليثبت ما التصرف الذي فعله ليثبت أنه يحاول أن يقرب وجهة قبل لقائه بالرئيس؟ قبل لقائه بالرئيس تسربت معلومات أن هنالك مبادرة جديدة يحملها من الرئيس مسعود. ثم الرئيس مسعود صحيح قبل السنة لم يكن لم تكن لديه القدرة في لعب هكذا دور مبادرة، حيث كان حينها قريبا من النظام. أما الآن فقد وضع حدث تنافر، حدث تشافي بينهم مع السلطة القائمة، وهذا أول تقارب فعلي نلمسه، لقاؤه أمس مع الرئيس إن صح. على كل حال هذا التقارب بينه وبين الرئيس ما أريد أن أفهمه الآن. يعني ما الذي فعله؟ يعني جاء للمنتدى وقال لهم أنا لن أنسق بشأن الدستور وأنا سأشارك في الحوار، إذن ماذا فعل يدل على أنه يحاول أن يقنع المنتدى لكي يدخل في حوار؟ يعني ماذا فعل بعد لقاء مع الرئيس؟ جاء إلى المنتدى وقال أنا سأشارك في نحن في الحوار ولن أنسق معكم بنفسي. يعني على الأقل هذا ما وصلنا. ما رأيك في هذا الصورة؟ لا نعرف تفاصيل ما حدث فعلا من تداعيات الحديث، ولكن مؤكد أن أن أن, أن الرئيس مسعود دعاهم إلى حوار ينقذ البلد من الأزمة الحالية، وهم أرادوا أن يأخذوه إلى صفهم بدل الصف الآخر، حاولوا وهذا جيد، ثم رفض أن يصطف معهم في نفس الصف، صف في موقف موحد يتعلق بالقضايا الوطنية التي على رأسها المس بالدستور. لكنه قال أنه متمسك بعدم المس بالدستور موقفه، لكن يريد أن يمارس ذلك من خلال موقفه. الذي نريد أن نقول أن هنالك أن النظام يحاول استمال الطرفين الأساسيين. الطرف الأساسي أحمد الدادة الذي قال في مهرجان سابق أنه يمنح الحرية والأمن والأمان للرئيس في ماله ونفسه،
مقابل الاستغناء عن السلطة، ويريد أيضا استمالة المنتدى الذي رفض أي تواصل مع السلطة ما لم يعتذر وزراء. طيب هذا ما يريده، نعم، تشبث المنتدى بتراجع، يريد أن يكسر هذه الإرادة. تشبث المنتدى بتراجع الوزراء عن تصريحاتهم بشأن الحوار. طب هل تعتقد أن يقدم النظام أو يقدم ما يبدد هذا التخوف كتعبير عن جديته في الحوار؟ أنا لا أعتقد أن الدعوة إلى تعديل الدستور دعوة جدية. أفضل أن أقول أنها بالون اختبار، أفضل أن أقول أنها صرف نظر عن موضوع ما معين. هناك أزمة اقتصادية، هناك حراك شبابي كان قوي جدا، ما نشر. لا تلاحظ معي سيدي أنه لما بدأت الحديث عن تعديل الدستور تراجع الحديث عن أزمة اقتصادية، تراجع الحديث حراك حركة ما نشر، تراجع دورها وأداؤها. هناك دائما حينما يكون مستهدف الرأس تكون الأطراف ألمها جانبي. إذن نحن أمام لعبة بشكل ما قد تكون مختلفة وقد تكون غير مسبوقة، ولكنها لعبة لصرف النظر. وعلى كل حال فمن المؤكد أن النظام الحالي بحاجة جدا إلى الحوار، حيث ربما الشركاء الدوليين يشترطون هذا الأمر من أجل ضخ المال الذي هو بحاجة كثيرة إليه. طيب الحديث يبدو عن الشركاء الدوليين، ما رأيك بالشركاء الداخليين؟ ليس لهم الشركاء الدوليين لا يمكن يستمالوا إلا بالشركاء الداخليين، هذا ما قصدت. أيوة طيب، يعني السيد الكاتب الصحفي سيد محمد بلعمش كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.